وهذه زوجة ذهبت بدون علم زوجها إلى رجل دجال وعرضت نفسها عليه وأجرى لها عملية كي في موضع حساس لجسمها، فقدمت شكوى إلى الجهات المسؤولة وحكم على هذا الدجال بالحبس شهرين. فهل تعد هذه الزوجة خائنة؟ وإذا طلقها زوجها هل تحرم من النفقة أو لا؟ خيانة الزوجة كلمة واسعة، فهي تكون بالزنا وبالنظر واللمس والقبلة والخلوة مع الأجنبي. وإذا ثبتت هذه الخيانة وكان الزوج يعلم بها ويقرها فهو الديوث الذي يحرم من الجنة كما في الحديث، وإن لم يعلم بهذه الخيانة فهو حر في إمساك زوجته، وبخاصة إذا تابت. وفي طلاقها حر أيضا إن لم يقبل إمساكها، ولو طلقها بدون أن تبرئه مما يجب عليه لها لزمته نفقتها مدة العدة كما تلزمه المتعة ومؤخر الصداق، فإن أبرأته من ذلك أو من بعضه وبخاصة من أجل الستر عليها فلا يجب عليه شيء، والله أعلم.